بقالنا فترة عمالين نسمع عن القطر السريع اللي هيتعمل في مصر، وإشاعات كتيرة عمالة تطلع بقى، اللي يقولك إنه هيبقى أسرع من الصوت، واللي يقولك إنه هيوديك اسكندرية في ربع ساعة، وهيوديك أسوان في أقل من ساعة، وأفوارة كده كتير. علشان كده تعالوا ندردش شوية في الموضوع ده ونعرف كل حاجة عنه وأحكي لكم حكايته من الأول. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، أنا أحمد علي. وحكايتنا النهارده هتكون عن القطر الكهربائي السريع اللي بيتعمل في مصر دلوقتي. لو انت اول مره تشوفنا ومهتم بالعماره والفنون عموما، انزل واعمل سبسكرايب للقناه وانضم لعيله حكايه معماري. ولو الحلقه عجبتك انت خلاص بقيت من العيله، يعني اعمل لايك وشير وقول لي رايك في الكومنتات. ويلا بينا بسرعه جدا نبتدي الحكايه. الحكاية ابتدت مع بداية 2021 لما تم الإعلان عن تعاقد مصر مع شركة سيمنس الألمانية علشان تنفذ مجموعة خطوط سكة حديد متطورة جدا علشان تربط مصر كلها ببعض. مشروع ضخم جدا بطول 1800 كيلومتر وبتكلفة تقديرية بتوصل ل 23 مليار دولار، يعني تقريبا 360 مليار جنيه. طبعا دي تكلفة كبيرة جدا، بس الصراحة احنا محتاجين الخطوط دي بدل الخطوط اللي شغالة حاليا وعافى عليها الزمن، والمفروض ان الخطوط الجديدة هتكون شغالة بالكهرباء مش بالديزل زي زمان، وعلى حسب كلام الشركة المصنعة انها موفرة جدا في الكهرباء والصيانات الدورية بتاعتها مش كتير، يعني ممكن يعتمد عليها لفترة كبيرة من غير مشاكل. والخطوط الجديدة دي متقسمة لأربع خطوط رئيسية والمفروض انها هتتعمل على مراحل. اول مرحلة وده الخط الاول، وده هيربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، وبيتكون من 15 محطة، بيبدأ من العين السخنة ويوصل لغاية مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وطبعا في النص هيعدي على العاصمة الإدارية الجديدة وده المهم طبعا، وكمان هيعدي على القاهرة والجيزة و6 أكتوبر واسكندرية، وبالشكل ده هيوصل طوله لحوالي 460 كيلومتر وهيتكلف لوحده تقريبا 100 مليار جنيه. وهو ده الخط اللي شغالين فيه دلوقتي بكل طاقتهم علشان يقدروا يخلصوه قبل سنتين علشان يقدروا يشغلوه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. بعد كده الخط التاني، وده هيبدأ من أكتوبر وهيوصل لغاية أسوان، وهيكون طوله 850 كيلومتر وهيتكلف تقريبا حوالي 180 مليار جنيه. يعني من الآخر الخط الأول هيربط مصر بالعرض من البحر الأحمر لغاية البحر المتوسط، والخط التاني هيربطها بالطول من 6 أكتوبر لغاية أسوان وهيكون موازي للخط اللي موجود حاليا. الخط التالت بقى هيربط بين الغردقة والأقصر وهيعدي في طريقه على سفاجة وقنا، وده هيخدم منطقة الصحراء الشرقية اللي طول عمرها مهملة تماما ومفيش فيها أي مواصلات، وده هيكون طوله 285 كيلو وهيتكلف تقريبا حوالي 45 مليار جنيه. والخط ده بالذات هيكون مهم جدا لتطوير السياحة في المنطقة دي، لأن زي ما قلت لكم المنطقة دي طول عمرها مهملة جدا، فهو بالشكل ده هينقل السياح بين الغردقة والأقصر، وكمان هيخدم على الاستيراد والتصدير لأنه هينقل بضائع لمواني سفاجة. أما بقى الخط الرابع فده هيتعمل في الساحل الشمالي وهيكون امتداد للخط الأول لأنه هيوصل بين مدينة العالمين الجديدة ومدينة مرسى مطروح، وده هيكون طوله 200 كيلومتر وهيتكلف تقريبا حوالي 40 مليار جنيه. والخط ده برضه هيكون تجاري بشكل كبير لأنه هيخدم على المواني اللي هناك ويربطها ببعض. يعني في الآخر بعد ما الخطوط دي كلها تخلص هنبقى ربطنا مصر كلها ببعض بشبكة قطارات حديثة جدا. وعلى حسب الكلام اللي اتقال ان مصر اتفقت مع سيمنس انها تورد لها 35 قطر كهربائي حديث و10 جرارات لنقل البضائع، وسرعه القطر بتوصل ل 250 كيلومتر في الساعه، يعني هيقلل زمن الرحلات بين المحافظات للنص تقريبا، يعني هتوصل اسكندريه في حوالي 45 دقيقه، وهتوصل مطروح في 3 ساعات بس، وتوصل لاسوان في اقل من 4 ساعات. والقطر مش هيستخدم للسفر بس، لا ده انت تقدر تركبه من القاهره او الجيزه وتروح بيه العاصمه الاداريه في اقل من ربع ساعه. فعلا مشروع زي ده هيوفر علينا ساعات كتير قوي كانت بتضيع من عمرنا في المواصلات، ده طبعا غير الدور الكبير قوي اللي هيعمله في التجاره ونقل البضائع بين المواني، وده هيسهل الدنيا اكتر ويزود الاستثمارات بشكل كبير، ده غير انه هيخف الضغط على خطوط السكه الحديد اللي شغاله دلوقتي واللي كتر خيرها قوي بصراحه. ده على حسب احصائيات وزاره النقل خطوط السكه الحديد حاليا بتنقل حوالي 500 مليون مسافر في السنه، يعني تقريبا مليون و 400 ألف مسافر في اليوم، وده رقم كبير جدا بيخليها من أزحم شبكات القطارات اللي موجودة في العالم، ده غير طبعا البضائع اللي بتوصل ل 6 مليون طن في السنة. يعني نقدر نقول إن السكة الحديد في مصر ما ينفعش بأي حال من الأحوال إننا نستغنى عنها. وبالمناسبة على فكرة خط عين السخنة العالمين ده أول خط سكة حديد عرضي يتعمل في مصر، فأكيد دي هتكون خطوة كويسة جدا علشان تسهل حركة النقل وتزود شويه الاستثمارات في البلد، بس يا رب اسعار التذاكر تكون حنينه كده والناس كلها تقدر تستفيد منها. بس كده
خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، بس الأهم من ده كله إننا نتكلم في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم. يا ترى انتوا شايفين الموضوع إزاي؟ شايفينه مفيد ولازم يتعمل في الوقت ده؟ ولا مش وقته وكان ممكن يتأجل شوية زي ما ناس كتير شايفة؟ مستني أعرف وجهة نظركم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.